بقيت من ولد الكي الاولى ديتي صافي ولا مازال بديش صفر ستة النمره ديالك باش الا هو عيط لك الناس ما حفظتهاش لا حاولي على انك تجبديها إذن المشاهدين الكرام مرحبا بكم جديد في بث مباشر من الدار البيضاء بضواحي أولى بضواحي مدينة الدار البيضاء مع هاد السيدة هادي اللي كتعيش أزمة مسكينة نفسية يعني داخلية وخارجية من أن أزمة ديال الحقرة اللي كتحس بها من طرف بعض الناس وكذلك أزمة يعني ديال دارها اللي كيف كتشابعوا معنا تقريبا يعني كاع مشاش بالواد الحار وداك الشيء بزاف ديال المسائل غادي نخليوها هي تعاود لينا يعني شنو القصه الكامله السلام عليكم قربي حداك الميكرو غير خلي النمره دابا هي الاخر السلام عليكم وعليكم السلام قربي حداك الميكرو عاودي لينا القصه ديالك سيدي الله يرحم الوالدين الى ما نظرهم الحالي واللي شافني ارجوكم من كبيركم ومن صغيركم واتوسل لله وليكم الى ما اللي شاف هذا الفيديو يرحمني ويساندني حتى بكليمه رانا صافي تقاديت صافي ما بقاش عندي جهد ما بقى عندي فلوس ما بقات عندي صحه ساليت تميت تمني تموني هاد الناس المسؤولين اللي ما خداونيش بالعين الاعتبار وبعين الرحمه وترجيت هذا الراجل هذا رئيس الجماعه مشيت ليه مرارا كنمشي ليه لدار مشيت بعدا اولا جريت وشريت في الماء شنو المشكل عاودي لنا المشكل على الواد الحار كانت الساكنه دايره ولدي قادوس ما نعرفش الحجم انا نقول الحجم ولكن ما نعرفش الحجم كان قد هو حجمه الساكنه مشاركه ودايره قد هو لما جات لي ديك حيدوا لينا هذاك وداروا لاحوا اطراف اطراف وداروا لينا قد هكا واش ولدي قد هكا يدوب الساكنه هو عندي يعني قادوس صغير صغير ها الساكنه كلها دابا باش نوضحوا حتى للناس يعني المتابعين الكرام المشكل هو ان في الاول الساكنه كانوا دايرين قادوس يعني ديال اللي كيكب الماء ديال الواد الحار ولا بالماء تجي ليديك واش الواد الحار ولا اشنو لا كانوا دايرين الواد الحار وكيخبيها في الزنقه يعني هما من راسهم يعني هادشي في الكارثه حنا معاك والزنقه هذه اللي في الجنب ديالها وانت جيتي في الراس ديال الزنقه انا في اخر المطاف يعني الماء كله كيكب عليك انت كله كلها عقب احنا في الزنقه المحاذيه جبت العون القضائي راه صور راه عندي التصاور راه كلشي عندي الدلائل اربع سنين وانا ما خليت ثلاثه القياد اللي مشيت عندهم كيجيو لهذا الراجل اللي في جنبي والو ما بغاش يفتح الزنقه مسدوده والماء كيهود علينا بحر وحنا الشتا كنفرحوا لها الناس وانا ما كنفرحش في الشتا اللي كتجي الشتا كنعذب حيت هاد الدويره كانت معيش لنا ولد انا عندي هادي في ساكنه انت ساكنه بوحدك انا وحدي لا وليد لا بنيه لا حنين لا رحيم من غير سيدي ربي ومريضه الدكاتره عاد عاطيني ندير عمليه من ليبيا وانا 30 عام وانا خارجه في الديار الليبيه لما جيت يعني دخلت لبلادي باش نعيش في الامان وناخذ نفسي ونريح ماشي انا كنخلص القانون كنخلصوا القانون اللي قبل نزيدك معلومه ولدي لما كانت قبل ما تجي ليديك كان رئيس الجامعه داير لينا مبادره خلصنا 70,000 المقانه الدار 70,000 والخلاص عشوائي شهريا عشوائي اللي يستهلك واللي ما يستهلكش وما عندناش مشكل كنا قلنا الحمد لله اللي عندنا الماء اللي جاتنا ماشي مشكل جات لما جات ليديك هذوك المواد اللي كان دايرهم لينا رئيس الجماعه مخلصين عليهم 70,000 خداهم صيفط العمال ديالو رفعوهم جات لي ذيك خلصنا بالمعاود من جديد خلصنا المواكل وخلصنا واد الحار وخلصنا وبدينا كنخلصوا يعني شهريا تاع الاستهلاك ديالنا قلنا ماشي مشكل واخا فاش انت اكثر حاجه مضره مواجه مضره وليدي من القادوس اللي قد هكا كينفعل لما وليدي واش الساكنه كانت غير وحدها دايره قد هكا تجي لي ذيك وتحفر الزنقه شوف ياك 10 زناقي اللي وريتك بالله عليك لما هو واش 10 ولا لا يجيو يشوفوا يجيو المسؤولين الا ما لقاوش 10 زناقي غير في الزنقه ديالنا وحده من هنا وحده من هنا كيكبوا علينا ينعلوني
وهذا الفوق من الفوق من حدا الماكس ومن حدا كله كلها السكينه من الراس من حدا السوق كلشي كيكب كلشي كيكب علينا حنا ووليدي واش حنا وهذا الراجل اللي في جنبنا عشوائي عشوائي صاد الصنقه انا ما عنديش علاقه به ما عارفاه لا ضاع لا ارض ارضه انا لما جيت قيد الصنقه كانت معرتك ماشي دوازه ولكن كيدوز منها الوسخ ومحلوله كان كيدوز من عقادوس اللي دايره السكينه هو اللي كان ومهرسكه يعني مسخه وداكشي يعني لما لقيت الزنقه خاويه لما جات لي ديك طافقو هل يعقل يسكر على الراجل يسكر على 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 القادوس على لوكا ويدير عليه طاله ويدير باب يرشقو لما ثلاثه القياد اللي كنمشي عندهم القايد الصحراوي ثاني هو اللي يجي عنده وقال لي خاصك تعتق الناس قال تحل من طريقه الحال تحل عندنا الناس حال قدوك يا بالله عليك وريتك دابا اللي حال ولا لا هكا ولا لا بالله عليك واش هكا غيدوز بزاف ديال الماء خصوصا في هذا الشهر الاخر اللي دازت يعني واش غيدوز هذا قد هكا بالله عليك ها هو التصوير صوروا وريه بالله عليك ها هو تصوروا وريه للناس الراجل هذا رئيس الجماعه اللي هو عاطينو صوتنا كباش يمثلنا باش يخدمنا ويحل لنا الامور ديالنا عطينا صوتنا باش يخدمنا باش يدور علينا وجه ونمشي عندو يقول لي راه الشتا على العموم انا ما كندويش على الشتا الشتا قضاء وقدر كل الناس كتفرح ليها راه الخيرات كلها معاها يدخل يا ما الشتا انا نفرح عادي ماشي مشكل نهز الحوايج نشم نشم ونقول ماشي مشكل لكن يدخل يا واد الحار كل شهر كل عام نعاون بها وليدي لا يعقل ماشي معقول يرحموني رانا غير عبده مدني يرحموني انا عمره كبيره مسنة انا رانا مراه مسنة سيدي انا راه ماشي تاع هذا الشيء ماشي تاع الظلم انا ما بيني وبين هذا الراجل حاجه علاش فين ما يمشي يقول لي تحولي الا لقيتي الغارق تحولي من الاحسن تحولي شحال من مره قالها لي تحولي وصيف واحد المره جاني السمسار قال لي بيعي وتحولي قلت له سيدي راه ما عنديش كيفاش نبيع راه ما تجيبش لي الدار شهرات الدار خدات شهره خايبه ما بقاتش تبيع وزيدون لما الا بعتها واش انا الا بعتها غدا نبني نشري دار اخرى فين نسكن ونكري انا كنت نعيش منها ما عندي لا وليد لا بنيه مقطوعه ومسنه ومريضه وكنجري عند الدكاتره قسما بالله العلي العظيم الى الدكاتره ها هما اللي بغى يجي يشوف هذاك ديالي التقارير ديالي اللي عاطيني الدكاتره راه الشهر هذا فاش فاضت علينا هذه المره خشيت رجلي مرض تاع وليدي وحق لا اله الا الله والكذاب ملعون لو كان مازحا راني ثلاثه دكاتره في شهر واحد مين غنجيب هادشي يا وليدي مين غنعالج راسي مين غنعيش مين ما عندك الحنين الرحيم الحنين الرحيم الا سيدي ربي وهذا الراجل ما رحمنيش علاش يا وليدي انا يهوديه يرحمني كاس على سني يرحمني غير على سني اللي انا في سن 70 سنه رانا واليد 51 انا يرحمني غير على سني غير على سني يرحمني واخا نطيح من السما نجي في حجره يقول غير هاد المره ما ياخذ واخا مثلا انا عمري ما غلطت معاه وليدي وما غلطت مع واحد انا حيت انايا امراه كبيره وما عندي علاقه حتى بحاجه عندي العلاقه بانا كمواطنه وكنخلص القانون خلنا نخلصوا ليه القانون هو المبادره قبل ما تجي ليديك لما جات ليديك ثاني كنخلصوا صافي كافه من حقي يا وليدي انا ما باغا شوف وليدي بالله عليك انا كنقولها ونعاودها وكنطلب من الله والامام الله والمسؤولين اللي شافني يا ربي انا كنتمنى لكم ما تكونوش في ضيق عمركم ما تكونوا في رحموني الله يرحمكم الله يرحمكم اللي شافني يرحمني حتى بكلمه يواسيني حتى بكل ما راه صافي وليت قاعده على البكا حقرني هذا الراجل بغاني صافي نسدو نمشي الرحمه اللي شفت في ليبيا ما شفتها مع احترامي للناس الطيبين والناس المحترمين كاينه الرحمه ولكن انا ما لقيتش الرحمه ما نقولش الرحمه راه حيدات من 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 الدنيا مازال الدنيا بخير ولكن وليدي انا ما لقيتش اللي يرحمني عييت جريت وجريت ما خليت المستندات راه ما خليت عمله ما خليت ولايه ما خليت فين جريت كندور ندور ندور حتى كنتهد وكنرجع نستسلم ونقعد وانا بالله عليكم انا ما وصلش ليا صوت في المحاكم وبغيت يوصل ليا في القناه في هذه القناه المباركه الله يكثر خيركم ويحفظكم ويحفظ لكم اولادكم
وطريقتكم ويوصلكم للبر الامان. الا ما سندوني سندوني عم كليمه سندوني عم كليمه وكنطلب من الله والمسؤولين كنطلب من الله والمسؤولين المسؤولين الكبار المسؤولين اللي مسؤولين على هذا الراجل حيت كل راعي مسؤول على راعيته والله راعي علينا جميع. اسيدي انا ما بغيت والو ما باغي والو انا صح محتاجه لكن عمر هذا الراجل ما مشيت عنده ولا كلي عيني كانت مهمتي جيت على قبل مهمتي الله يرحمها كنت كندير لها لي كوش وعمرني ما وقعت في بابه قلت لي عطيني ها هو يسمعني يسمع الفيديو ديالي انا عندي هزه النفس اللي بيين كانوا يفرقوا نقول لهم لا ديك الساعه كنت انايا بصحتي وكنخدم نقول لهم لا انا عندي هزه النفس ما رضاش المديدية حيت اللي كيمديدية البشر كيبعث لي 1000 وجه انا سيدي ما كنتمنى من هذا الراجل ما كنطلبه ما كنترجاه الا على كمسؤول وكل راعي مسؤول على راعيته والله راعي علينا جميع. علاش هذا الراجل انا الا كنت مواطنه يدار لي حقي يدار لي حقي علاش هذا الراجل عشوائي ساد الزنقه يجي يشوفوه يجي يباشروه على الساد على ساكنه بحاله كانت الارض ديالو يعوضوا رئيس الجامعه يعوضوا ويحل لنا الطريق ويرحمنا كانت الطريق ديالو كانت غير حنا قالوا لي غير كانت محلوله غير تهجم عليها وسدها كانت ديالو يتصرف معاه رئيس الجامعه انا ما غنقولش لكم كانت ديالو رئيس الجامعه اللي خصو يتصرف كانت ديالو يعوضوا كانت ماشي ديالو غير هذا تجي الحكومه وتباشر وتشوف ليه وراقه وتشوف انا كنطالب امام الله والقانون رئيس الجماعه تاع بوسكوره المزابيين دابا انت مهمشي انا كملي مشي كنحملوا المسؤوليه تامه وليديك كنحملهم الناس وفي النهايه حسبي الله ونعم الوكيل امام العالم كله حسبي الله ونعم الوكيل. انا سيدي ما طالبه حتى على حاجه طالبه على حقي واش انا كل عام وليدي يطلع ليا الواد الحار 2 متر كل عام هاد الدلائل عندي انا غنوري كل شيء وليدي عطيني النمره ديالك باش نقيدها هي النمره ديالك ياك عطا لي باش نقيدها باش الناس الا بغاو يتواصلوا معاك هاكا وليدي راه ما كنشوفش دابا والله ما كنشوف ها هي مشات ثاني ماشي ولا عندي انهيار عصبي يا ولدي ولا عندي يا ولدي هي الله يصاوبو صافي نتمنوا يعني من الله الرساله ديالكم ما تمشي تلقى شي قلوب رحيم اللي تساعدك واللي تشد بيدك ان شاء الله عطاني صوب لك يا ربي درت 99 صافي صافي اي انا ما نمشي نصوب لك تخاف على هذاك والله يصاوب ان شاء الله رد المحرام شوف اوليد دابا علاش ماشي قايدو غير النمره واش دابا مفتوح اللقاء مفتوح اييه مفتوح غير بلاش غير نقيدو غير النمره ديالك باش ما نساوهاش الناس اللي بغاو يتصلوا بي واخا صفر ستة اثنين واربعين اربعين شوف واش هو هذاك واحد وتسعين خمسطاش ستة وستين واحد وتسعين خمسطاش سوسي فهذه هي النمره ديال السيده اللي بغى يتواصل معها يعني كتسنى مسكينه على ان الكل يتعاطف معها وكتسنى يعني على ان يدار ليها شي حل ان شاء الله يا رب العالمين الله يشد بالحالك ان شاء الله يا مولتي والله شوف وليدي بالله عليك تصنت لي ربي قال لك يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرم يا عبادي لا تظلمون وهاد الناس ظلموني الا كان ربي محرم الظلم على نفسه
ينوض العبد يظلمني، يظلمني وانا ماشي تاع الظلم، انا سني كبير، انا مرا كملت عمري، حرام حرام. ومين يظلمني؟ اللي ناويه فيه، اللي عطيناه صوتنا وفرحنا ليه وفرحنا وقلنا من الاحسن، اللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش. حرام اوليدي حرام. علاش علاش اوليدي علاش؟ انا ما بغيتش. واش غتنشر ليا هادشي اللي عندي في... ان شاء الله ما يمشي، ان شاء الله يعني الرساله ديالك تمشي ان شاء الله وتشوف الناس يعني، وما يكون ان شاء الله غير الخير. النمره ديالك راه خليناها، نتمنوا من الله يعني من الاخوان يساعدوا السيده ولو كابناء ديالها او كاخوه او كام يعني ليهم. فنتمنوا من الله يعني تكون برحيمه يعني، واخا بكليمه هي مسكينه بغات لي واسيه، بغيتها لي واسيني لا اله ويحيرني من هاد الغمه اللي صدت فيها. صدت في غمه وليدي، الدار ما طلعتش بغات تكرا. ان شاء الله نتمنوا من الله يعني، نتمنوا من الله يعني يعاونوك الناس ويشدوا بيدك كي قلتي لهم كأم يعني ديالهم. شكرا لكم متابعينا الكرام والى اللقاء.